انضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي لنتحدث عن هذا الموضوع. رائد أهلا بك. زيدان محمد زيدان تحدث عن في حال استمر الذهب بهذه الصورة يمكن إعادة اختبار مستوى $2,000. ما رأيك؟ هل يمكن أن نعود إلى هذا المستوى؟ يعني كتشكيل فني، نموذج فني، قبل أن نتحدث بالأساسيات المحركة أو الفاندمنتلز التي تحرك الذهب، الذهب يرسم قناة صاعدة بشكل واضح باختبار مستويات 1950 على الأقل، تكون هي المحطة التالية للارتفاعات، وهو يحقق ذلك فعليا برسم قمم متتالية بالارتفاع وقيعان متتالية بالارتفاع. إذن هو يغلق كل فترة بمستويات أعلى في الفترة القادمة، ويوجد يعني نهم شرائي واضح من قبل المستثمرين نحو الذهب، ويساعد بذلك ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الحالية، إضافة إلى يعني أنه عندي دولار ضعيف، عوائد سندات مستقرة نوعا ما على المدى الطويل عم تدفع عندي الذهب لمزيد من الارتفاع. في إطار الدولار الضعيف والعوائد المستقرة، خلينا نحكي شوي عن التضخم. إلى أي مدى موضوع التضخم عم بينعكس ورح ينعكس في المرحلة المقبلة على حركة الذهب؟ نحن عم نتحدث على ارتفاعات امتدت من شهر مارس تقريبا، وبدأ الذهب يشهد الارتفاعات بس بعد هدوء لفترة طويلة بلا شك تماما، ولكن المحرك الأساسي هو التضخم الذي قفز عن المتوقع وبدأ يخرج عن المألوف والمستهدف. ومع ذلك بالرغم من التطمينات على أنه هو تضخم مؤقت نوعا ما، ولكنه لا يزال له تأثير على الدولار الأمريكي وعلى الذهب، وبالتالي بدأ هناك توجه المحافظ الاستثمارية إلى أن التضخم المرتفع سوف يكون مستمر على الأقل حتى توجه الفيدرال الأمريكي للتابرينج أو يعني خفض أسعار الفائدة، بالتالي ذلك يتيح مجال لارتفاعات الذهب لترجمة هذا التضخم الزائد على الأقل إلى ما فوق مستويات $2,000 للأونصة، يعني بغض النظر عن المتغيرات أو الأسواق الأخرى التي أيضا يعني ترتفع. هناك نقطة مهمة، اللي كان في عندنا بعض التراجعات والضعف في أسواق الأسهم أيضا شجع، نتيجة عمليات جني الأرباح الواضحة شجع ارتفاعات أسعار الذهب كذلك الأمر. طب ما زال ذكرت أسواق الأسهم، كيف ترى حركة أسواق الأسهم في المرحلة المقبلة في حال استمرت التضخم واستمر الذهب في الارتفاع؟ كيف ستتفاعل أسواق الأسهم؟ في أي اتجاه يمكن أن تذهب الآن؟ أعتقد المؤثر الأساسي في أسواق الأسهم حاليا سوف يكون في الفترة القادمة أي تعديلات من الإدارة الأمريكية، السياسات المالية، مستويات الضرائب وتطبيقها بشكل أكبر، والتضييق على بعض الشركات ممكن أن يكون مؤثر بشكل أكبر بالفترة القادمة على تحركات أسواق الأسهم أكثر من يعني إجراءات نقدية من الفيدرال الأمريكي. ماذا عن أحجام التداول؟ كمان في تراجع بأحجام التداول، يعني إجت فترة رأينا حتى مع عمليات جني الأرباح التي نراها هناك تراجع واضح في أحجام التداول، كيف نفسرها وكيف نقرأها؟ بشكل واضح نحن بدأنا نبتعد بشكل كبير بين السوق بالقيمة السوقية عن القيمة الدفترية، وهذا ما يخشاه المستثمرون إجمالا، أن يكون هذا الجاب الواسع ما بين بيانات أو الأرقام الفعلية بالماركت ووتش ما بين أنه يكون في عندي على القيمة الحقيقية أو القيمة العادلة للأسهم، هذا أصبح يصبح ضعفين إلى 3 أضعاف أحيانا، وهذا يعني مقياس خطر بالنسبة لي يعني محللي المخاطرة في الفند مانجمنت أو صناديق التحوط أو صناديق الاستثمار، يتجهون إلى تقليص وجني أرباح بشكل مضطرد أكبر عندما يكون هذا الابتعاد الكبير ما بين سوق الأسهم وما بين القيمة الفعلية، بالتالي هذا يقلل نوعا ما وجودهم في سوق الأسهم واتجاههم أكثر نحو ملاذات آمنة في الفترة الحالية. بموضوع الملاذات الآمنة، يعني الكثير من المحللين في الفترة الأخيرة صاروا يطلعوا على موضوع العملات المشفرة ويقيسوها شوي بقياس الذهب، ولكن ترى بعض المحللين الأساسيين يقولوا لهم لا انطروا ما تتهوروا، هل هي تهور إذا توجهوا إلى سوق العملات المشفرة والعملات الرقمية وزنوا بسوق الذهب وابتعدوا عن سوق الأسهم بهذه المرحلة؟ يعني لأنه نحن لاجينج البيانات الحقيقية المؤثرة بهذه العملات المشفرة في يعني نقص واضح، وبالتالي يعني التحليل هو عمليات مضاربية بحتة. إذا كنت تريد المضاربة فهي أصل جيد جدا بالنسبة للمضاربة اليومية، بالنسبة للمضاربة
على الفترات القصيرة، ويتم جني أرباح كبيرة من خلال هذه التقلبات واسعة النطاق، ولكن تكتنفها مخاطرة واسعة النطاق. صحيح. كذلك الأمر، ولكن نحن عم نتحدث على تحركات 10 إلى 20% باليوم العادي على هذه العملات، بالتالي أي استهدافات ممكن أن تدخل في هذه العملات ممكن أن تكون جيدة والخروج سريع نسبيا. إذا كان هناك يعني هولد لفترة أطول أو الاحتفاظ بها لفترات أطول، يعني شخصيا لا أنصح بذلك، لأنه في تقلبات حادة تحدث في هذه العملات المشفرة وعالم العملات المشفرة بشكل عام. سريعا بس بعشرين ثانية، ما هو أفضل استثمار الآن اليوم بالسوق؟ أعتقد في عنا فرصة قوية جدا بالذهب حاليا، يمكن استغلالها بشكل سهل جدا وعلى المدى قصير نسبيا. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، شكرا جزيلا لك، أهلا بك.